بسم الله الرحمن الرحيم، وبه سبحانه وتعالى أستعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني كثيرا أن ألتقي معكم في برنامجكم هذا صفحات من تاريخ الكويت، ونقدم إليكم في هذه المقابلة التاريخية عن التعليم في الكويت منذ سنة 1932 إلى سنة 1968. يسرني أن أقدم إليكم الأستاذ الفاضل حمود ملا علي ملا إبراهيم ملا علي الإبراهيم، وهو غني عن التعريف، وتلاميذه كثيرون في مدرسته الخاصة من سنة 1934 إلى سنة 1937، ثم أغلق مدرسته والتحق بالعمل في دائرة المعارف وزارة التربية حاليا، حيث درس بالمدرسة الشرقية للبنين في أول إنشائها سنة 1937، وهي ثالث مدرسة حكومية بعد المباركية والأحمدية. وظل يعمل في مجال التدريس في المدرسة الشرقية ثم في مدرسة النجاح من سنة 1937 إلى أن تقاعد عن العمل سنة 1968، طيلة 31 سنة ميلادية. ولد الأستاذ حمود ملا إبراهيم ملا علي الإبراهيم في الكويت سنة 1336 هجرية، يعني سنة 1918 ميلادية، فعمره الآن 78 سنة ميلادية. أرجو الله تعالى له الصحة والعمر الطويل. درس الأستاذ حمود ملا علي في المدرسة المباركية ثم في مدرسة المرحوم الشيخ عبد العزيز حمادة وإخوانه في القبلة في نجي سعود، من أكبر المدارس الأهلية. وبعد أن تخرج مدرسة حمادة صار مدرسا في مدرسة حمادة في محلها الثاني في فريج شيوخ قرب السوق، درس بها مدة قصيرة براتب شهري 15 روبية. في سبتمبر 1934 افتتح الأستاذ حمود ملا علي مدرسة صغيرة خاصة به في جزء من بيتهم شرق في فريج شملان خلف مبنى وزارة الصحة العامة، وظل يعمل بها حتى سبتمبر سنة 1937، حيث أغلق المدرسة والتحق بالعمل في المدرسة الشرقية الحكومية. وعاشت مدرسته الأهلية نحو 4 سنوات، اللي مع الحروف الهجائية وختم القرآن الكريم ومبادئ القراءة والحساب. وأنا كنت من تلاميذ الأستاذ حمود ملا علي في مدرسته الخاصة منذ افتتاحها في سبتمبر 1934، وبعد أن ختم القرآن الكريم سنة 1935 نقلني والدي رحمه الله إلى مدرسة المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان وإخوانه، أكبر مدرسة أهلية في الكويت. درس الأستاذ حمود ملا علي عند المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي العالم الجليل ورجل الإصلاح في الكويت. درس قواعد اللغة العربية والفقه في ديوان الشيخ يوسف أثناء عمله في مدرسته الخاصة. عمل الأستاذ حمود ملا علي إبراهيم مدة طويلة في المدرسة الشرقية ثم في مدرسة النجاح بضع سنوات إلى أن تقاعد عن العمل سنة 1968 بعد خدمة طويلة في مجال التدريس. المدارس الأهلية الكبيرة والصغيرة قامت بدور كبير في خدمة الكويت منذ القديم حتى تأسيس دائرة المعارف التربية حاليا في الكويت سنة 1936. يطلق في الكويت على المدرس اسم الملة بضم الميم وتشديد اللام مع الفتح، والجمع ملالة بضم الميم، ولفظة الملة تعني المدرس وإمام المسجد والمؤذن، وهي لفظة دخيلة تركية أو فارسية. كما يطلق على المدرس اسم المطوع بكسر اللام وتشديد الواو مع الفتح، والجمع مطاوعة
بضم الميم، وكذا يطلق على المدرسة التي تدرس البنات اسم المطوعة بكسر اللام أو مطوعة بكسر الهمزة، ولفظة المطوع تعني المدرسة. في هذه المقابلة والمقابلة الثانية التي سأتليها بإذن الله تعالى، سنتحدث عن مدارس أهلية البنين وطريقة التدريس وما له علاقة بالموضوع مع الصور للمدرسين والمدارس. أتقدم بوافر الشكر والامتنان للأستاذ الجليل حمود أبو العلي الإبراهيم على تكرمه بإجراء هذه المقابلة معه في بيته مع الإخوان الموجودين معنا في هذه الجلسة الطيبة، وخدمة منه للتاريخ في تسجيل هذه المقابلة عن تاريخ التعليم في الكويت، وشكرا. فدرست بالمباركية. نعم. إيه، ومدرسة ودرس مدرسة حمادة. نعم. وصرت بعدين مدرس فيها مثل ما قلنا. حمادة. إيه نعم. راتبك 15 ربوية تقريبا. إيه نعم. دينار ربع. إيه. إيه نعم. إيه. والمدرسة الشرعية ظلت مدة طويلة، قلنا من بيت حجي فرس إلى ديوان المضاف إلى المدرسة الجديدة إلى البحر. إيه نعم. بعدين تالي مساء بالنجاح. إيه نعم. إيه نعم. فنقول للمشاهدين الكرام إن المدرسة المباركية أول مدرسة نظامية في الكويت على الطراز الحديث، فتح سنة 1911 في أيام حكم الشيخ مبارك الصباح، وسميت المباركية على اسمه. المباركية مثل ما تعرف يعود الفضل في تأسيسها المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي صاحب اليد الطولة في تأسيسها، وتكلم عن الموضوع هذا في كتابة صفحات تاريخ الكويت شلون تأسست، وأيضا في مقابلة سجلتها معاد في برنامجي صفحات تاريخ الكويت سنة 66 تكلم عن تأسيس المدرسة المباركية. فإن شاء الله بنطلع لكم لقطة من مقابلتي مع المرحوم الشيخ حسين عيسى القناعي سنة 66 يتحدث عن المدرسة المباركية وتأسيسها. أيضا بعد فيه هذه صورة المرحوم شيخ يوسف بن عيسى القناعي العالم ورجل الإصلاح في الكويت، ويعود للفضل في تأسيس المدرسة المباركية سنة 1911 توفي عام 1973. أيضا بعد في شيخ ثاني يعني له دور في تأسيس المباركية. نعم. وهو المرحوم حمد الخالد الخضير. إيه. له دوره كبير جدا. هذا اللي تبرع وظل في. نعم في بيتهم. البيت. في بيتهم عادي. إيه نعم. وأخته بعد. إيه. سبيتشا الله يرحمها. إيه نعم. تبرعت بعد في بيتها الثاني. إيه نعم. حق المباركية. إيه نفس المباركية. صدق. إيه نعم. لا شيء جميل. إيه نعم. هاي صوت المرحوم حمد الخالد الخضير توفي عام 1937 له فضل كبير في تأسيس المدرسة المباركية سنة 1911. كذلك أخته المرحومة سبيتشا خالد الخضير أيضا لها دور، عندها بيت قدمته هدية حق المدرسة المباركية سنة 1912 توسع حق المدرسة. فيني أنا بصورة حق المدرسة المباركية بعد. لا لا هني إيه. شو بنانها جميل المدرسة المباركية شلون جميلة. إيه. مع الأسف والله هدمت. كان يجب أن يعني يحافظ على هالمدرسة التاريخية العريقة. ذاك الوقت وحيدة هي اللي مبنية البنيان. هي تاريخ. عدل. بنيان حديث بنيان. عدل. لواوينها جميلة. وحلوة. طابع حضاري. إيه والله. لو درسوا فيها هذا الجال. إيه. يعني الأجداء الجد. والولد والحفيد. إيه والحفيد. نعم. من الكويتين يدرسوا فيها المدرسة. إيه. هذه. نعم. مع الأسف هدمت، كان يجب أن يحافظ عليها كل المحافظة. أيوة. هالصورة. إيه. هذه. في هالصورة هاي في المدرسة المباركية في الأول أربعينات حق الطلاب، أقول هاي الكشافة. هالصورة هاي في المدرسة المباركية للكشافة في أول أربعينات. أكو صورة لها هني بعد. هاي المدرسة المباركية مدخلها. إيه. إيه. فهاي المدرسة المباركية ومدخلها واللوحة مكتوب عليها المدرسة المباركية. هالصورة هذه في أول الخمسينات.
كذلك يعني من ناحية العقاب قبل يعني في مدارس أهلية. نعم. العقاب كيف يكون عقاب هذا التلميذ؟ العقاب بالحيشة. بالحيشة أو بالعصا الطق. إيه. إيه. يعني الحيشة هذا اللي يعني أخلاقه مزينة أو مذهلة أو إيه؟ منحاش على يعني المدرسة ما يجي، وهذا نادر قليل يعني ما بس ضرب اليد كذي. إيه؟ تخويف حتى يعني يتم دراسي ودرسي إيهاب من المدرس يعني عدل. لا واحترام ما قلنا حق المدرس ذاك المدرس إيه؟ احترام ما يجي. بعدين الأهالي كانوا يساعدون المدرس. إيه إيه نعم إيه. هم إيه يعني يقول لك العظم لك اللحم لك اللحم ولا العظم إيه لهالدرجة إيه نعم إيه. يعني هي إيه أهاليهم يساعدون لا لا إيه نعم إيه نعم إيه لا الحين دش على المدرس وتقول إيه نعم لا ما قايل ولا تقدير ولا شيء مع الأسف ولا واجب إيه نعم ما يحترموا المدرسين ولا ناسق الشاعر. إيه نعم. هذا هي من ناحية التدريس يعني نقول التاريخ إن المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الله يرحمه له فضل كبير في مجال التدريس له فضل كبير مدارس. مؤسس. هذا يعني يستحق الإكرام. كل شيء. رجل خدم واشتغل. ويعني له أعمال طيبة ما تحصل. أي أيوة والله. خدم الدولة كلها بس التعليم. أيوة. كل في الكل مجالات. كل في الكل. ورجل هادئ وطيب وأخلاقه. وبشري وأخلاقه ممتازة. مثقف. أيوة. هذه يعني لازم يكرمونه. أي أيوة والله. هذا ما هذا أبو التعليم في الكويت. المرحوم الشيخ عبد الله الجابر. أي نعم. هو أبو التعليم. أبو المعارف. أبو المعارف. أبو المحاكم. هو كل شيء في الكويت. الأوقاف يعني كل شيء خدمات جليلة رجل معنى الكلمة رجل ما بعد أخلاق عالية بشاشة لطافة سعة صدر لكن التعليم والتربية في الكويت هو أبوها هذا والله إن لازم يكرمونه إيه نعم الله يرحمه توفي في شهر هذا أكتوبر شهر أكتوبر شهر عشرة إيه عمره حوالي 97 سنة رحمته واسعة الله يرحمه إيه هاي صورة المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح أبو التربية والتعليم في الكويت له فضل كبير جدا جدا خاصة في مجال التربية والمحاكم وغيره وغيره رجل دولة الله يرحمه رحمة واسعة خدم الدولة توفي آخر سبتمبر عفوا آخر سبتمبر سنة 1996 وعمره حوالي 97 سنة الله يرحمه رحمة واسعة من ناحية العقاب يعني هاي صورة قديمة هاي مصورها القس كالفاري الأمريكي زوج الدكتورة اليانور كالفاري الدكتورة حليمة مصورها الصورة هاي ذاك وقت بعض الطلاب اللي صار شيطان إيش يحطوا له هذه سلسلة وحطوا به هذه يقول أنا ما شفتها لا موجودة أسمعنا كان بالأول إيه لها اسم هذا إيه ما هذه يعني إذا صار شيطان كله سلسلة في فيها حطبة فيها حطبة حتى ما يتحرك وايد ما ينحاج إيه لا يعني مستعمل هاي صورة قديمة التقطها الدكتور القس كالفلري زوج الدكتور اليانور لأحد الطلاب يعني الشياطين في المدرسة في حطبة وسلسلة وهي نادرة مثل ما قلنا يعني هاي مستثنات وهذا المبنى الجميل ممتاز نعم دائرة المعارف اللي بشارع السالفة يعني شيء جميل جدا شو البنيان الجميل حلو اي جميل جدا ما اسف هدم ما حفظ عليه اي نعم لا قبل ما قلنا الدراسة يعني قوية ذاك وقت الدراسة ولك وسائل إيضاح مثل الحين لا ماكو شيء مرة أبدا يعني احنا بالشرقية لما كنت مدرسنا نعم بالصف ظلام ما في ماكو لا كهرباء ولا شيء مولي ابدا يعني حوالي 20 30 تلميذ على المقاعد خشب كل تلميذين على مقعد وظلام دامس كلها ما بس يفتح الشباك كهرباء ما في لا اقول ويفتح الشباك بعد الاولاد يطلون من برا تسكره تفتح الشباك الفوقي فوق يطلون مع هذا نشتغل وندرس ونكتب
اي كانوا يدرسون وينتجون اي نعم اي والله طاعه ويدرس نعم. بدون ولا رفاهيه هذه مدرسه مال البيوت يروح لهم اي خصوصيه من نفسهم خصوصيه اي نعم. نعم. ما في خصوصيه ذاك الوقت بعدين نقول للمشاهدين الكرام ان ذاك الوقت في مواد في المدارس مين موجوده الحين يعني مثلا هذا المعلومات المدنيه والاخلاقيه هذا درس عجيب وقريب انا لازم اذكر انا دائما اكون راسي بالامتحان في الدرس هذا عجيب حتى في شهادتي اني ماخذ 41% هذاك الوقت يعني شيء قريب يعني بعيد عن مجالنا على المدارس والانتخابات والمجالس الشورى والمجلس الانتخاب وعن المختار وعمل المختار في بيانات عن يعني شيء عجيب هذا فهذا ألقي من زمان نعم هذا بعدين في درس ثاني بعد عمل يد ايه موجود هذا عمل يد عمل يد ايه الاشغال عمل يد الاشغال ايه بالطين لا 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 اول بالالوان القراطيس يقرضهم وصم ونسوي مجسمات وتركب تركيب اجزاء باجزاء عدل وفي بعد درس اناشيد الوطنيه هو اناشيد وطنيه عربيه نحفظها ودرس هذا على درجه فيها تحفظها الشعب الكويتي لك البشرى اي يزدك يا وطن الزهره طالع اسعدكم الشرقيه اعطوني ماده نشيد سويت لها على رد على ما قلت الحين انه وسائل ايضاح من انجل بشتخته من الدروازه ونجيب الاسطوانات هاي في الاناشيد وسمعها لهم في الصف وما خلص خلي يعيدونها بنفسهم هناك وسيلة إيضاح في ذاك في ذاك سعموك شيء لا لا شيء جميل أناشيد وطنية قومية جميلة وكذلك المحادثة المحادثة يعني المدرس قصة جميلة حادثة شيء فدرس على المحادثة المحادثة ما هي ما فيها الحين ماك شيء من مرة أبدا المحادثة ها هي المحادثة المحادثة عليها درجة وهذا والأناشيد الوطنية عليها درجة درجة وعمل اليد المحفوظات بعد ولا وكل أشعار عربية رصينة يعني صنف نفسه أحملها على ما يزينها دع الأيام تفعل دع الأيام تفعل ما تشاء الحين ماكو شيء الشعر العربي الرصين القديم القوي الموزون القافية لا كلها كلها راحت تغير كلها تغير وعن التاريخ الإسلامي وعن فرائض الدين أشياء كثيرة فبعدين يعني من الواجب خاصة من نتكلم عن التدريس ودور المدرسين والمدرسات يعني بالنسبة يعني ذاك وقت مو شيء سهل عملهم المدرسين والمدرسات يعني في يعني مدارس البنات مدرسات كويتيات مدارس كبيرة ومدارس صغيرة نعم يعني مثل نعم نعم المدارس أول ما بدت كويتيات درسوا بنت بنت عبد الملك نعم مريم وبنت سيد عمر عدل هم اللي بدأ أول يعني مدارس نظامية نعم نظامية اللي قبل المطوعات كان إيش تذكر من قبل المطوعات مطوعة لولوة مطوعة شيخة في المطبة وايد في مطوعة حليمة في الجبلة مطوعة شريفة العمر مشهورة مشهورة هذه مشهورة وبنتها بعد مطوعة عائشة العمر مطوعة لولوة أم المرحوم محمد البراك فرجنا هذه مدرسة معروفة هذه هاي المطوعات الأول أما النظام النظام بعدين والمدارس هم المشاهدين مع البنات هذه اللي قبل نسويهم مطوعة مثل ما قلت يعني ختم القرآن الكريم وبعض المطوعات يعني كتابة في كتابة بعضهم لا بعضهم كتابة قليل لكن قليل العظمى يعني بس تختم القرآن الكريم وتخرج قرآن لكن بعض المدرسات مطوعات مال قبل لا يعني كتابة خاصة مال سيد عمر سيد عمر هذه معروفة مشهورة والله قدم خدمة سيد عمر الله يرحمه هو يا زوجته وبناته كلهم يعني قدم خدمة جليلة يعني مثل هذا يجب أن هذا يجب أن يكرم أن يعني في المدرسة ثانوية باسمه مو شيء سهل سمروا مدرسة أيضاً. ها. لازم تكون ثانوية. ها. لا يعني لازم تكون لا وجب لا ثانوية وكذلك يعني يجب تكريم البقية الباقية من المدرسين القديمين أمثالك وسيد حمود يجب يعني يكرمون في حياتهم كل واحد خدم الكويت يعني غير المدرسين
البحاره وغيره ومال البر والباديه كلهم كلهم اللي يخدموا الكويت. اول اشتغلوا خدم الكويت ذاك الوقت وتوظفوا وكانت الكويت بحاجه لخدماتهم. اي نعم عشان يقتدي فيهم الجيل. اي نعم وانسان يكرم في حياته احسن من بعد وفاته. ذاك الوقت الحياه غير الحين صعبه. اي نعم صعبه. اي نعم لا في كهرباء لا في تكييف لا في شيء ويشتغلون والعمل ماكو شيء. الصبح لاخر النهار خلينا نقول حق مشاهدي الكرام شو ضغوط يشتغلون وعمل عندهم يعني لكسب الرزق. يعني مثلا هذا مال الرمل نقل الرمل. الرمل اي هذا عمل صعب جدا. ايش يعطونهم عاد؟ أربع عنات إيه؟ إيه؟ أربع عنات. والرمل من الصبح لآخر النهار. إلى من طلوع الشمس لغروبها. إيه طيب أبد. والله مو شيء سوى والله عمل جبار. ما أظن يروح مشي. هاي مشي مشي. كله مشي. إيه يعني خلينا نقول المشاهدين يعني مشي يعني مو مستشفى الأميري من شرق يمشي يروح إلى عند هذا ما كل الباخرة هذه فندق السلام عند المخفر عند المخفر هني. إيه هني محل إذا لقى عمل زي ما لقى عمل ولا رد. خايف. إيه إيه. وإذا لقى عمل مستمر من طلوع الشمس إلى غروبها. ماكو راحة إلا بس حق الصلاة وحق الغداء. والغداء يعني ماكو شيء يعني خبز وتمر. يوصل بالليل. إيه بالليل العشاء. عقب العشاء يلا انكافحوا تمسكوا بالأرض. إيه. وخدموا. إيه والله. أهل البحر. يعني الكويتيين والكويت تعبوا. الحين ثروه النفط يحسدون عليها والنفط عمت خيراته على الجميع على كثير البلدان لان الكويت قدمت يعني واجب الاخوه وناحيه اسلاميه فقدمت خدمات جليله للكويت عملها طيب والعمل الطيب اللي قامت فيه حكومه الكويت والكويتيين هو السبب الرئيسي او من الاسباب الرئيسيه لعوده الكويت. اي نعم يا بين عدوان العراقي القادر والقاشم سبع شهور. فالاعمال الطيبه هذه يعني كانت يعني سبب رئيسي لتحرير الكويت من أعمالهم الخيرية. إيه أعمالهم الخيرية. إيه نعم. ومعروف مع الناس. إيه نعم. صدقاتهم يعني تروح للخارج الحين. إيه لا الحين لا نعم وي الحين شيء لكن قبل يعني مع هذا هم بعد على الحالة الصعبة تمسكوا. إيه. في الأرض ما غادروها. ما حد لا. حافظوا على الوطن العزيز. رخص يعني الكويتيين القادمين إيه؟ ما حد طلع ابد الدواوين إيه؟ كلها إيه؟ من الجبله للشرق إيه؟ كلها موجودين والله صعبه امام إيه؟ العدوان إيه؟ الوحوش الضاريه لا حتى نقول بعد لما قلت الحياه صعبه إيه؟ صعبه جدا بالثلاثينات يعني بعد كساتات اللؤلؤ إيه؟ ما صار عمل يعني ما تمسكوا بالارض ما في شغل ما في عمل وين يلاقي له عمل؟ من يحصل له اربعانات؟ الحين 20 فلس ما تجيب شيء إيه؟ يعني من الصبح الى الليل يشتغل عليها فهذه شهادات مال المدرسة هذه شهادتي في المدرسة الشرقية سنة 39 كان ناظرنا المرحوم السيد هاشم العقيل. اي نعم فهذا فرس اي بيت حجي فرس حجي فرس اي فهذه احدى شهاداتي وهذه شهادتي بعد سنة 40 في المدرسة الشرقية وناظرنا المرحوم سيد هاشم. سيد هاشم اي نعم هذه ومبين فيها فينا خط بالاحمر انا كنت راسب في درس هذا المدنيه والعلوم الاخلاقيه مثل ما قلت هذا درس صعب كنت انا راسب فيه. اي كانوا يدرسون هذا جرأة ادبيه مني. لا لا راسب فيه لا لا ما في شيء لا راسب بعد ثلاث دروس الحساب راسب فيه 39 والدرجة 100 الهندسة راسب فيها 32 والدرجة 100 المدنية أيضا راسب فيها 41 لا وحق قال بس كنت بالتاريخ 71 إيه لأنك أنت والقرآن والدين 70 هذا فلا لازم واحد يقول لا يقول ما لا جدك أدبي اي نعم إيه قراءة كتب الكتب تفيد قراءة كتب ما في احسن من قراءة الكتب القديمة صحيح مو هذه الان روايات وغيرها ما تفيد هذه اي نعم هاي ايضا بعد السيد هاشم سنة 40 49 ايضا ذاك الساعة هذا القي لا 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 سيد هاشم اي لا لا اقول 39 39 اي من 40 39 اي عدل سيد هاشم ذاك الساعة العطلة هذا في الامتحان الأخير 20 حزيران
يعني 20 جون هاي العطلة الصيفية هذه شهادة 20 جون 1940 بعد العطلة هذه فهذه عاد حديثة بالنسبة لهذيك حتى ورقها يختلف عن الشهادة الأولى القديمة سنة 39 و37 لهذا هذه في المباركية في المباركية سنة 68 سنة 68 هجرية بالهجري ذاك وقت والله زين حافظ لا عندي شاكل السعدات هذه اي نعم ما في من داعي اي لا ما ما حد عنده اي فذاك يعني دراسة صعبة مو شيء سهل مواد إيضاح مو موجود مواد إيضاح مثل الحين والمدارس مسافات البعيدة يعني تلميذ يمشي مسافة بعيدة من شرق إلى جبلة من المرداد إلى الشرق ودوامين ما في سيارات ولا كهرباء ولا وسائل إيضاح دوامين بالشتاء إيه صعبة وأمضك أمطار غزيرة يعني مو شيء سهل حتى أيام الصيف الحر الشمس الحارة هذه مشي يحطون دوام العصر حصتين بينهم صلاة العصر العصر إيه نعم في صلاة العصر بس لا بس الاثنين دوام واحد يوم الاثنين الاثنين أظن دوام واحد لا الاثنين مو الاثنين الخميس يا ها الخميس خميس إيه الخميس خميس هو الجمعة أطلع إيه عدل والباقي مستمر دوام الخميس من أصل من زمان قديم هذا كله عدل دوام الخميس الغيب الأخير إيه الصورة هذه قديمة جماعة من المدرسين أول واحد المرحوم السيد عمر عاصم الأزميري في المباركية هذه المباركية وآخر واحد نعم. المرحوم سالم الحسينان من سالم الصورة هذه قديمة المدرسين من المباركية أول واحد جهة اليمين المرحوم سيد عمر عاصم الأزميري وآخر واحد بالطرف منها المرحوم سالم الحسينان مدرس قديم معروف وعدد مدرسين هاي سنة ما بيها سنة لا هذه قديمة لا هذه وين هاي يمكن في أول العشرينات منت أقول آخر العشرينات لا قديمة لا 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 عشرينات لا لا هذه قديمة هذه مو عشرينات لا بلى آخر العشرينات لا ملا سالم شو ذاك ساعة صغير ملا سالم إيه فيها بالليل شوف صورته ملا سالم إيه عدل بعدين معاهم اسمه مولى عثمان إيه كلهم مدرسة المباركية بالأول محمد إسماعيل إيه وإدريس إيه هذه قبل لا يصير تحت المعارض بس مين واضحة في واحدة أنا واحدة عندي أوضح فيها أسماء إن شاء الله أجيبها ونصورها بعدين عندك ملاحظات شيء على التدريس شيء سادة حمود أي شيء يتعلق بالتدريس يعني من أجل يعني أي شيء بالتدريس يعني شون قبول ما ذكر يعني اللي ما ذكرناه أشياء ما ذكرناها إيه ما في يعني التدريس كان بالأول بدون مناهج بدون كتب أما بالأخير كانت مناهج إيه هاي إذا سعينا إذاك وقت يعني نشري من مكتبة بروح رحمه إيه كان بالأول مكاتب المكاتب من بروح والمقهوي إيه المقهوي إيه نعم وايضا نقول مشان الكرام انه كان بعد ذاك الساعه المعارف حق التلميذ الفقير يعطونه ببلاش. انا اذكر تلاميذ الفقره دائره المعارف تعطيهم دفاتر وكتب ببلاش. يعطون الفقاره بس هم اللي ابوه مقتدر لا يشتري على حسابه. على حسابه عند بريح الله يرحمه. مكتبه عامر مكتبه الاخ حمود المقهوي. المقهوي إيه اللي كان من الأول ما في مطابع ولا في إيه وكل واحد يشتري على من المكاتب هي برويح وقهوي أو بعدين لما توسعوا وصارت صارت
التربية تعطي الطلاب الكتب والدفاتر كلها تحملها. المهرجان اللي يطلعون بالسباق هذا عدل 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 أيضا نقول للمشاهدين الكرام أعطوني عدل فنيلة زنجيل وحذاء رياضي ومطارة فات لي 1600 متر أنا وناصر مرشود هذه إحنا من الشرقية يوم الشرقية الشرقية بس طلعنا المباركية أدري شمال أنا أذكر هذه عدل مطمورنا من المباركية عدل عدل شعب السال عدل هذا هذا كان بالمقدمة حربي اللي طق الطوب ماكو ما كشافة هذه ما الله الله يرحمه توفى الكشافة لا مهرجان مهرجان الكشافة وطلاب وكان المسؤول عنا اذكر مسيا شرقيه المسؤول عنا المرحوم سيد هاشم ومحمد المغربي لا بشرقيه المغربي في المباركيه فاحنا بالشرقيه المسؤول هو مدرس الرياضه المرحوم السيد هاشم العقيد هو مدرس مدرس الرياضه فاذكر ان طلعنا يعني من الشرقيه نروح المباركية المباركية بس جمعنا هناك زين واللي شايل اللوحة والعلم مال المسيا الشرقية المرحوم محمد صادق العوضي محمد صادق تلاميذ الكبار الله يرحمه لازم أذكره أنه في مقدمتنا شايل لوحة مكتوبة عن المسيا الشرقية وتجمعنا هذا يوم ثاني عيد الأضحى يوم ثاني عيد الأضحى سنة أعتقد 37 37 37 37 ثاني عيد الأضحى صار مهرجان رياضي كبير المباركية والأحمدية والشرقية والقبلية لا ذاك ساعة ما فتحوها بلى والقبلية والشرقية كلهم سنة واحدة سنة واحدة نعم وياها على سنة بس ماكو المدارس إلا هذه الأحمدية والمباركية والشرقية ويقول المشاهد الكرام إن لا المكاب عقب بس هذا فالأحمدية يقول المشاهد الكرام إن مدرسة قديمة ثانية مدرسة نظامية فتحت في الكويت سنة 1921 في أول حكم المرحوم الشيخ أحمد الجابر الصباح وسمت الأحمدية على اسمه تقع جبلة على البحر يعني المتحف شرجي المتحف شرجي المتحف هو لا هدمت لا هدمت لا هدمت راحت القديمة فهذه فكان مهرجان رياضي كبير وحضر المرحوم الشيخ أحمد الجابر ومجلس المعارف وغيرهم كثيرين أنا اشتركت كنت هو مع مال الرياضة في لباسنا لكن كان برد ذاك اليوم برد شديد فعطونا احنا الصغار بالخيمة والكبار يعملون تمارين رياضية وعلى الحصان اللي يطمرون عليه نعم بشارفة السالفة نعم الحوطة الكبيرة الحين عمارات الصباح هذه كان محمد المغربي هو اللي عمار رياضة الله يرحمه هو معجب الدوسري لا معجب لا معجب الأخير لا معجب ودرس رسم معجب رسم عقب هذا قبول هذا معجب ما يانا بشرقية ذاك ساعة ناظرنا ومار رياضة الله يرحمه سيد هاشم هاشم لا معجب ما يانا لا ما يانا ذاك وقت ورحنا يعني طابور لا نمشي هناك جمعنا طابور وثما قلت تقدمنا المرحوم محمد صادق العوضي تقدمنا ماسك اللوحة على مسيا الشرقية رحنا من المباركية يتقدمنا هذا الكشافة أول كشافة تالي المباركية تالي الأحمدية تالي شرقية أو القبلية تالي أحد المدرستين أربع مدارس طابور الحوطة اللي في أي الحوطة عند عمارة الصباح حوطة كبيرة عدل واسعة عدل المهرجان كلها مهرجان إلى عقب المغرب كان دائما كل مهرجان بعدين أتفرغ كل واحد يروح بيته يمشي كله مشي مشي كله مشي لا بخلين سيارات على كذا ها وسع ماكو سيارات سيارات ولا ولا لا ذاك سوي لا لا شيء جميل ذكريات جميلة مال المدارس حياة أول
حلوة وزينة ولو فيها تعب إيه لكن راحت بال وقناعة وشيء لذة الحين كل شيء فقد لذته يعني لا الأكل لا اللباس لا السيارة هي متوفر فقد لذته كل شيء بالمرة عايز قبل عندك شيء ملاحظة أستاذ حمود قبل أن نختم هذا الحديث نعم في شيء بتقوله شيء ملاحظة عندك شيء والكلمة أشكرك و لا واجب هذا تشكرني واجب يعني ما قصرت ذاك الله خير ولك الفضل وال لا الله يسلمك الله يسلمك أنت الخير والبركة وأنت مدرسي لي ختم القرآن الكريم درس عندك نرجو لك التوفيق والنجاح والصحة الله يسلمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله موفقين إن شاء الله وأنت اللي حافظ على التاريخ والله التاريخ شيء ضروري مو شيء واجب المحافظة على التاريخ والتاريخ مسؤولية وأمانة وتعب وجهد يبي والآن أيها المشاهدون الكرام نأتي إلى نهاية هذه المقابلة التاريخية مع الأستاذ حمود إبراهيم ملا علي الإبراهيم مدرس معروف وتلاميذة كثيرون يعني من عام 1937 1934 هو مدرس أشكره على تكرمه بتسجيل هذه المقابلة معه وخدمة منه لتاريخ التعليم وسجلت هذه المقابلة في منزله بالروضة مساء الاثنين 25 نوفمبر سنة 1996 والسلام عليكم.